شباب ذهب البلاد استفادوا رسالة حيث ضاعت بين الحال والحال حتى حالة من اللي خلق نوح ما صبري وصبر الصبر والتالة كنقولوا غات احلى وبيت الضبط رسالة شبري اللقات كان موتو فيهم بتخالة دروكة والهش ما كان خدمه ما كان رب وحياة كيف القاري كيف الأم حرفت لي كيفاش نخدم ديشي بكالة رجع للنور تكالة باغي تدبر ربي كوبانا ولا تباع طريق الخوتك دي رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء اللي جاية نتمني توا حروف خارجة من القلب ما كاباليش بالحرب حيت كل ما عرف سواك برافو مهدي السلام عليكم انا اسمي مهديه وكنسكن في بلجيكا وكيعجبني مسلم وفي الاول غنيت معاه وفي الاول خفت شويش ومغاها اتالي الثقه وغنيت معاه حيت بابا كيعجبو مسلم شويش صعيب تفهميه انا مغربيه وبلجيكيه حق بلجيكيه في مخي وفي قلبي انا مغربيه شباب هاد البلاد نكسب هاد الرساله يصدق بنا الحال والحال حتى حاله ما خلقنا ونا صابرين وصبر الصبر والتاله كنقولوا تحلى وما يزدغ في بساله شبغي غير قنات كنموتوا فيهم بالثقاله بالدروقه والهش كنحربوا ببطاله ما كنخدموا ما كنرموا حتى ماشي زباله كيف القاري كيف الامي كلشي بشكا بخباله رفت لي حنت ما عنديش كاله ورونيت تكاله ولاد هما مالواله إذا بغيتي تدرم صدرها بيكو بالا وإذا بغيتي تبعد طريق الخوتك سرقو قتالة أنا كنقول بأن فخور بأن حفظت الأغاني كتحفظ معايا الأغاني ديال ملك الراب المغرب وكان بغي نقول لك بأن ملي كنكونوا في فاكونس في المغرب يعني كان تقريبا كنعملوا لي كونسير ديالو في ديك الوقت اللي كنكونوا حنا في المغرب كنعملوا لي كونسير ديالو انا وياها كاملين بهم تقريبا يعني مشينا الرينكون مشينا لعرايش حسيمه في طنجة يعني تقريبا ديك المده ديك كامله كنقوزوها معاه فين ما كان شي كونسير كنقوزها معاه وبالنسبه لنا محمد مسلم راه صديق اكثر بأن حنا فان في الاول كنت كتعجبني الموسيقى ديالو واللي عملت لي العلاقه معاه بان رجعنا بحال عائله هي بنيته هي مهديه حيت كنا تلاقينا غير صدفه قالت لي بابا شوف راه مسلم راه هو في نوبه قالت واش نقدر نمشي نهضر معاه قلت له واخا تقدر تمشي نهضر معاه مشينا هضرنا معاه وبصفته بانه رجل طيب وهذا عطانا الوقت ديالنا وهذا وتلاقينا لا غدا وبقى الكونتاكت مع بعضنا يعني واخا انا في بلجيكا حنا في بلجيكا هو تما كنتصلوا ببعضنا وهذا ملي كنكونوا تما كيجينا عندنا الدار كنتلاقاو على برا وهذا يعني بقينا اصدقاء وتقريبا بحال العائله يعني كيعرف العائله كامله ومادام عنده هو الاغاني ديالو ديال الاجيال كاملين يعني فهمتي كنكون انا وبنتي والوالده بعض المرات في الطوموبيل كنسمعوا كاملين بينا في موسيقى وحده تعني كيكون واحد كان سوق الوالده وبنيته كيقولوا لا عمل مسلم يعني كتسمعوا وانت في القلب ديالك هاني يعني ما كاينش عنده كلام نقي وعنده يعني الحمد لله اللي عندنا لي رابور بحال هيدا كيغطيو شويه على لي رابور بزاف ديال لي رابور كاين في المغرب الحمد لله اللي كيطلع بالراب المغربي كيطلع به الاختيار ديالها يعني انا ما عنديش حتى شي مشكل غير هو الراب في المغرب بالنسبه للبنت كيجي شويه مثلا بحق دابا هي اللي كتخسر هي اللي كتشوف شنو باغيه تعمل هي اللي تخسر العز ولا كحز